مساء الخير يا دكتور، زي حضرتك. اهلا حضرتك تعرفني من نفسك؟ انا دكتور هاني محمد الشهيدي، اخصائي القلب والاوعيه الدمويه وقسطره القلب معهد القلب القومي، مدير التدريب الطبي في معهد القلب القومي، ونائب رئيس اللجنه الطبيه لبطوله افريقيا ان شاء الله، ومدرس في الجمعيه الامريكيه لامراض القلب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كنا عايزين نعرف كيفيه التعامل مع السكته القلبيه. السؤال ده حلو قوي. يمكن ده الاهتمام الاخير اللي احنا شايفين انتشار السكته القلبيه في مجتمعنا. انا مدرس انعاش القلب في الجمعيه الامريكيه لامراض القلب، وكوردينيتور او منسق للجمعيه الامريكيه في مصر. عايزين نوعي الناس ازاي خطوره السكته القلبيه، وان ازاي العيان، انا لسه كنا بندي محاضره حالا، ان ازاي تعامل الناس اللي في الشارع، ازاي ما يحصل حاجه حد يقع يقدر يضغط على صدره ازاي، ويقدر يحصل ان العيان ده يرجع ازاي، ما نفقدش العيان بتاعنا. يمكن في الفيلد الرياضي ابتدينا نوعي الرياضيين، وابتدينا ننزل في الملاعب باجهزه اسمها الصدمات الكهربائيه الخارجيه، ان ازاي توعيه للجمهور، وابتدينا ندي في اماكن بابليك، ان ازاي مجرد ما العيان يقع انا بتاكد اول حاجه انا ببعت للاسعاف او بركب رقم الطوارئ، وتاني حاجه بمجرد ما العيان يقع بتاكد ان هو ما فيش ريسبونس، ان العيان ده ما فيش كونسس، انت كويس ما بيردش عليا، ببتدي اشتغل شيست كومبريشن او الضغط على الصدر. الضغط على الصدر بيبقى في منطقه معينه في نص عظمه القص، بيبقى ضغطات بتوصل لحد معين لازم الناس تتدرب عليها باكثر قدر ممكن، نقدر نرجع ناس كتير قوي. دي بتحصل في النوادي الرياضيه كتير، وبتحصل بنشوف الارستات من سبب، احنا كل يوم بنشوف شباب كتير قوي بيقعوا بسبب السكته القلبيه. ولكن لازم، وده من ضمن الحاجات الاساسيه اللي خلينا بنقول كشف قبل ممارسه الرياضه، دي حاجه من الحاجات الاساسيه عشان ما يبقاش عندي حاجه وببتدي يحصل لا قدر الله وانا بلعب يحصل سكته قلبيه او حاجه. يبقى احنا عايزين نوعي التدريب. وبالمناسبه دي انا حابب انشر ان احنا هنبتدي نوعي فيديوهات، ونبتدي الناس تحضر معانا في الاماكن البابليك كلها ازاي كيفيه التعامل مع السكته القلبيه وكيفيه تعامل انعاش القلب. بالظبط، يعني شايفه ان هي حاجه مفيده بصراحه. كنا عايزين نعرف برضو ايه طرق الوقايه من امراض القلب عموما. يعني طرق الوقايه من امراض القلب، عايزين نقول الوقايه من امراض القلب حاجه من الحاجات اللي يمكن الايره الجايه اللي بنتكلم فيها. احنا مش لازم نستنى المرض، زي ما بقول دايما، مش دور على المرض، ما تخليش المرض هو اللي يدور عليك. يعني انت من الاول ما تخليهوش يجي لك، مش لازم نخلي المرض هو اللي يدور عليك. الوقايه من امراض القلب اسبابها، احنا هنتكلم اول عوامل الخطوره اللي بتعملها عشان نمنعها. في عوامل ما نقدرش نتحكم فيها، يعني السن ما بنقدرش نتحكم فيه. في حاجات ثانيه، ارتفاع مستوى السكر بالدم، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم، عندنا بعد كده السمنه، بعد كده التدخين. وزي ما بنقول لو كل دول قنبله، والفتيل بتاع القنبله لو شديناه ممكن تنفجر فينا وتؤدي الى امراض القلب. هو القصه الاساسيه هو العامل النرفزه المضايقه الحاله النفسيه طبعا، والعامل الوراثي حاجه ما بنتحكمش فيها. الحاجات دي كلها عوامل خطوره، فعشان نمنع او نعمل وقايه من امراض القلب لازم نحد من الحاجات دي. يمكن بحب اقول كلمه، اعرف رقمك. الجمعيه الامريكيه لامراض القلب قالتها نو يور نمبرز، اعرف رقمك، احفظ رقمك. دايما بحب اقول ان الرقم اللي لازم نحفظه مش رقم البطاقه، مش رقم الموبايل، مش رقم الباسبور. الرقم اللي لازم نحفظه هو ضغطنا كام، سكرنا قد ايه، مستوى الدهون في جسمنا قد ايه، وزننا كام. لو حفظنا الارقام دي تماما مش هنتعرض لامراض القلب. والحاجه الثانيه زي ما بنقول لازم يبقى الترند بتاعنا في حياتنا قلل اكلك، قلل ملحك، تظبط ضغطك، تكسب قلبك. تقليل الاكل، تقليل الاملاح في الاكل هيفرق معانا جدا جدا جدا، وفي الاخر ان شاء الله هنوصل لقلب سليم ان شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، بشكرك. شكرا لحضرتك جدا، ربنا يخليك.